في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. أنا حكيت لكم قبل كده عن الدور العبقري اللي عمله فؤاد المهندس في فيلم عائلة زيزي، اللي عمل فيها دور مهندس بيعشق تصليح أي مكان عطلانة، لدرجة أنه ساب البنت اللي بتحبه وراح يصلح مكانة أبوها. أهو هو ده اللي حصل فجأة لزميلنا عبد العزيز عبحة. فجأة يا سيدي الأستاذ زيزو رئيس قسم المشتريات في الشركة، الراجل الكلاسيكي الوقور، تحول وبقدرة قادر إلى الأسطى عبد العزيز. مرة تلاقيه سباك، ومرة ميكانيكي، ومرة كهربائي. ومن كام يوم بقول له يا زيزو اللابتوب بتاعي عطلان، لقيته نط من الكرسي وراح قايل لي بمنتهى الانشكاح: هاتهولي حالا يا عمورة. والنبي والنبي هاتهولي صلحه، والله هزعل لو صلحته بره. وبعدين ده اللابتوب ده بالذات لعبتي، وبعدين الجهاز الحلو بتاعك ده انا عيني عليه من زمان ونفسي اكشف عليه واشوف جواه ايه. مش ده برضو اللابتوب اللي انت جبته معاك من امريكا في سفرية الشركة الاخيرة؟ ايوه يا زيزو هو. وخد بالك ده جهاز غالي، لو باظ مش هعرف اجيب زيه تاني، مش زي العربية اللي خدتها. ها وصل انت عارف عملت فيها ايه. وبعدين تعال قولي، انت مش كنت امبارح سباك واول امبارح مهندس ديكور بتدهن حيطان شقه الجيران، عايز كمان تبقى فني كمبيوتر؟ ايه اللي جرالك فجاه يا زيزو وخلاك كده تبقى سبع صنايع؟ الفتره اللي فاتت دي كانت فرصه اعلم نفسي كل حاجه من السباكه لغايه الزراعه كمان. وانت ما تعرفش يا عمرو اني بقيت بزرع جناين كمان ولا ايه؟ امال يا معلم، تعال اشوف دلوقتي جنان الفلل اللي حوالينا في فيصل، كلها بقى شكلها هي حاجه تشرح القلب، وكله صنعه ايديا وحياه عينيا. والله برافو عليك يا زيزو، ويا ريت كل الناس تتعلم تصلح حاجاتها بنفسها بدل خناقاتك اللي كانت طول اليوم مع ام عبرادي. بس برضو يا زيزو في فرق بين انك انت تصلح سيفون بيتكم، ها، وانك انت تصلح لابتوب معقد وغالي. ولا ايه يا عبقري؟ عيب عليك والله العظيم، عيب عليك يا عمور، ده انت اخويا يا راجل وعمر ما غشك. وهتشوف انت بنفسك اللابتوب ده لما يرجع لك جديد بقى لانج بتقفيل المصنع. يا عم لو مش مصدقني روح اسال على تلاميذي صنايعية فيصل اللي انا علمتهم الصنعة، هيقولوا لك الباش مهندس زيزو ده هو اللي بيعلم المحنجل انه يسترجل. امال طبعا يا معلم، اكيد برضو انت زي احمد عدوية كده لما الباب يخبط بتعرف بره مين. صح. شوف يا زيزو باشا، انا حقيقي معجب باللي انت عملته، وانك قدرت تستفيد بوقتك وتطلع مواهبك المدفونة وتتعلم المهن البسيطة اللي تساعدك وتستغنى بيها عن الصنايعية اللي بيخشوا بيتك. لكن كلكم الا اللابتوب بتاعي، معلش انا يا عم مش مستغني عنه كده برضه. عمر انت لسه مش واثق في اخوك الاسطى زيزو؟ ماشي يا عم، انا مش لسه حكي لك دلوقتي اني علمت ام عبراد الطاولة وبقت ايه حريفة وعالمية في الطاولة كمان. عموما انت اللي هتندم، والله العظيم انت اللي هتندم، وبرضه في الاخر هتجيلي وهتترجانا اصلح لك اللابتوب الامريكاني بتاعك اهو. والايام بيننا، قصدي بيننا بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.